جانب وسام. وسام نقول لك هارد لك بصراحة وسامة، مستوى الهلال اليوم ما كان هذا المستوى اللي يبغاه الجمهور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. لسه يمكن انتهى القسم الأول من المباراة، ما لنا فرصة في جدة نعوض. فعلا اليوم ما ظهرنا بصورة ممتازة، خاصة أول 20 دقيقة نص ساعة يمكن الأهلي كان يقدر يتقدم علينا بجول أو بجولين، قدرنا نرجع المباراة الشوط الثاني، ولكن ما كان يعني الكورة ما لو اللمسة الأخيرة ما كانت موجودة عندنا اليوم. الجماهير الهلالية وبشكل عام توقع أن يظهر الهلال بصورة أفضل، خصوصا بعد المباراة كانت مميزة أمام بيروزي في إيران. فعلا حتى احنا يعني نفس الشيء كنا نطمح أن نقدم مستوى أفضل من اللي قدمناه مباراة بيروزي، لكن كل مباراة ظروفها. نزلنا المباراة الأولى ما ندري ايش يصير مباراة ثانية، علينا أن ننسى هذه المباراة، أمامنا فرصة يعني لا نتذمر أو نقول أن كل شيء انتهى، لسه كورة في ملعبنا وما في شيء انتهى، بعدها مباراة ثانية لكل حادث حديث. أفضلية الهدف للأهلي يشكل ممكن عليكم ضغط هناك في جدة؟ والله شوف كل شيء جاهز كرة القدم، أكيد بشكل علينا ضغط وبشكل على الأهلي ضغط، صدقني ما تعرف ظروف المباراة، يمكن تسجل في أول ربع ساعة جول في جدة تلخبط اوراق مدرب الاهلي مثلا، ونفع العكس صحيح، كل شيء جاهز كره القدم وكل شيء متوقع فيها، كذا احنا يعني ما علينا ما نياس، هناك لاعبين لسه ما 90 دقيقه نقدر نعوض كل شيء. سؤال اخير لك اسامه، ظهر في الفتره الاخيره بان نادي اندرلخت طلب تامين للاعب اسامه عوساوي، فضل هناك اربع مباريات مهمه قادمه للهلال، ما صحت هذه الاخبار؟ ما فعلا انا رحت وقعت العقد، عملوا تامين على 9 مباريات اللي كانت باقيه، يعني شيء جميل يعني احترافيه منهم. متى راح تحزم الحقائب تروح؟ انا علي اكمل الموسم مع نادي الهلال بعد ذلك خلاص. يعني تلعب بالتشامبيونز ليج؟ والله ان شاء الله اتمنى ذلك، الواحد عنده طموح عنده خطط عليه انه يحققها، طموح شخصي، اتمنى التوفيق للجميع. شكرا. شكرا.